أعزاء، هذا الباوربوينت اللي راح أعرضه هسه هو مراجعة للمواضيع أو أسئلة عن المواضيع اللي أخذناها، أتمنى تفيدكم يعني بالمراجعة. أنا سبق وأن شرحتها بمحاضرات، يعني كل محاضرة بوقت، يعني كل مثال على كل موضوع كان بوقته. هسه قلت خلي أشرحها لكم تفيدكم بالمراجعة بمناسبة قرب الامتحان، يعني امتحان هندسة بالنسبة للفصل الأول. فعدي أمثلة سبق أن حكيت بها أنا وشرحتها لكم، فراح هسه اليوم نشرحها. طبعا هذا السؤال الأول من 6 أسئلة راح أشرحها. السؤال الأول يقول find the difference in elevation، أوجد الفرق بالمنسوب بين الـ external and internal edge، الحافة الخارجية والداخلية لطريق 10.5 width، يعني شنو عرض الطريق 10.5، تعرفوا design speed وسرعته 80 كيلومتر per hour and radius of the curve 880 متر هو الـ R. طبعا هذا المثال يريد الفرق بالإليفيشن بين الحافة الخارجية والحافة الداخلية. طبعا احنا مثل ما نعرف هاي المواضيع اللي هو هذا موضوع السوبر إليفيشن، وطبعا السوبر إليفيشن اخذنا وشرحنا عليه ليش نسوي، هان احنا ما راح اشرحه بعد شارحين بتفصيل. نسوي سببين، انه احتمالية تنقلب المركبة واحتمالية تنزلق، فاحنا نسوي هذا الارتفاع في الحافة الخارجية عن الحافة الداخلية على مود لا يصير على مود نعادل القوة الطاردة المركزية اللي تحاول تقلب المركبة. عندنا قانون، القانون اللي اخذناه هو E زائد NF يساوي V سكوير over 127 R، اللي هو هذا امامكم القانون. فعندك انت الE هو احنا هسه نريدها طبعا، بس هي مو difference in elevation، هي الE السلوب، هذا الارتفاع السلوب مال الارتفاع الحافة الخارجية عن الداخلية. اذا طلع مثلا مقدار، هسه احنا راح يطلع لنا سالب طبعا، اذا طلع موجب نضربه بعرض الطريق في المنحني طبعا على مود نطلع الفرق الحافة الخارجية عن الداخلية. فهنا عندك E زائد NF، احنا تعلمنا انه شلون نستخرج الF، نستخرجه من خلال جدول بسرعة وبمعاملات نطلع الF. فعندنا إذا السرعة هي 80 كيلومتر بير أور، الF طلع عندنا 0.14. أوكي، طبعاً هنا هاي البيج تغيرت، مو نفس 30، تغيرت الجزء الهرقي مختلف، تلقون الجدول اللي موجود بموضوع السوبر إليفيشن. فهنا E زائد F، الF هي قد مقدارها قلنا 0.14، طلعناها بالاعتماد على السرعة. السرعة مقدارها 80 تربعها تصير 80 تربيع على 127. قانون في R اللي هي 880، طبعا R مقدارها كبير، وبذلك تكون طبعا طلعت لنا الE بالسالب. فهنا دائما من تطلع بالسالب انه احنا ما نحتاجها، لان احنا طبعا ذا نباوع لها هندسيا انه القطر هو 880، معناها يعني كبير، فهنا أنا ما نحتاج، يعني القطر كافي انه حتى يتحمل قوة الطاردة المركزية. هذا المثال الاول وسبق ان حليناه بالمحاضرة. نجي عندنا مثال ثاني، المثال الثاني هو هم على المنحنيات الأفقية، شوية بي يعني نقول شوية أصعب من الأول. يقول two tangent intersect، عندنا مماثلين يتقاطعون في point of intersection اللي هي PI making angle 45 درجة of the design speed، إذا كانت السرعة 80 كيلومتر per hour what is the design radius، ما هو نصف القطر of the connection curve اللي هو للمنحني اللي يكون مماثلاته اللي حكينا عنها يتقاطعت بالبي اي، so that it's sufficient to maintain super elevation الذي يحافظ على super elevation point O3. find the length of the horizontal curve واوجد مقدار طول المنحني الافقي. طبعا احنا مثل ما تعلمنا دائما نشوف شنو عندنا من معطيات وشنو المطلوب. عندنا معطات الدلتا وعندنا السرعة، ما دام عندنا السرعة مثلا نقدر نطلع الاف مو صحيح، وعندنا السوبر اليفيشن.
تمام. فأنا إذا هسه قبل لا يطلع الحل E زائد F عندك E موجودة هاي ال F موجودة E نطلعها من السرعة V سكوير هاي V سكوير على 127 R موجودة مجهولة نطلعها تطلع عنا ال R تمام. من طلعت ال R بعد شنو أريد هو يريد شنو length of the horizontal curve. فاحنا اللينث نقدر نطلعه باستخدام القوانين اللي موجودة عندنا اللي هو دلتا باي R على 180. ال R عندنا استخرجناها من المعادلة هاي طلعناها مثل ما حكينا وطلع ال L مقدار هذا. إذا أراد مثلا إذا منطينا ال PI نقدر نطلع شنو نطلع ال PC ونقدر نطلع ال PT تمام. نقدر يعني نضيف لهذا المثال. فهذا واحد المثال الثاني. هذا المثال الثاني. نجي المثال الثالث. المثال الثالث شوية يعني إضافات بي احنا قلت لكم هي الفكرة بسيطة ثم شوية أصعب ثم أصعب. بس هو المبدأ ما بي صعوبة. The two tangent هنا بالسؤال الثالث intersect making angle 45 degree 45 درجة. Find object the design radius of the horizontal connection curve of the length of the tangent is meter. يعني ال L منطينا length of the tangent منطينا ال T مقدارة meter تمام. ويريد design radius تمام. واثنين يريد total width of the pavement العرض الكلي للpavement at the curve في منطقة المنحني. إذا ال width of the tangent on the tangent إذا كان عرض الطريق طبعا 7.5 ممرين. وقلت لكم دائما أخذوا عرض الممر 3.75 بالحل. بس هو 3.6 هم صح 3.5 بس احنا نريد على مدن واحد الحل معنا. And the length of the vehicle ومنطينا طول العربة 9.8 هنا نستخدم قانون التعريض الإضافي وده ديزاين سبيد وسرعة 90 كيلومتر. وبالنسبة للمطلب الثالث what is the difference between the external and the internal edge on the curve. طبعا السؤال كان الأول نفس هذا المطلب. فنجي احنا عندنا التي R tan delta مو صحيح طلع ال R مو R tan delta هو يريد ال نشوف المطلب الأول يريد شنو نريد ال R. ال R احنا منطينا ال T فيقول ال T شي يساوي R tan delta على 2 طلعت لنا ال R مقدارها 746. الحالة الثانية يريد total width of the pavement. طبعا انت تعرف القانون مال extra widening بي شنو ال V. طبعا ال V ما معطاتي نقدر نطلعها لو لا. نجي احنا هنا عندنا نشوف القانون الخاص بالاكسترا وايدنينج عفوا دبليو ام زائد شنو دبليو بيس. طبعا الفي منطينا اياها اكيد هاي منطينا اياها صحيح حسيت طيب ما منطينا استخرج مال زائد. فهنا عندنا السرعه ال R طلعناها ال L طول المركبة موجود تربيع N L N معناها شو اسمه عدد الممرات هو 2 لين 7.5 قسمها على دائما تقسم عرض الطريق على قصدي يعني ايش قد منطيك مثل 7.5 10.5 قسمها على 3.75 طلع عدد الممرات ودائما تقربه يعني طلع لك 100.5 قربه سوي 3 2.6 وهكذا زائدا ال V. ال V هي 90 العفو على 9.5 جذرها طلعت ال W. الاكسترا هذا الاكسترا وايدنينج هذا مو العرض الكلي. العرض الكلي تجمعه اللي يكون بالمنحني اللي احنا نحتاجه بالمنحني تجمع ايش قد طلع عندك اكسترا وايدنينج زائدا 7.5 اللي هو نقول يسمونه عرض الطريق في منطقة المماس يطلع لك تقريبا 8.9 تقريبا. الطلب الأخير أو المطلب الأخير يريد شنو يريد الفرق بالارتفاع بين الحافة الخارجية والحافة الداخلية. V زائد F يساوي V سكوير على 127 R. V موجودة ال F موجودة ال E نستخرج نفس السؤال الأول
طلعت لنا سالبة، لو كانت موجبة نضربها بشقد حتى نطلع الفرق والدفرنس، نضربها بهذا العرض مو بهذا 7.5، نضربها بهذا، لأن هي وين هاي منطقة المنحنى. صار معلوم طلابنا الأعزاء.